السلام عليكم. ثلاثة وواحد وخمسين دقيقة والحرارة 31. اليوم الأربعاء 11 أكتوبر. ندوزو من هنا ونخرجو لرياض الزيتون. هذه السويقة نتاع مرجان السكنة. هذا مسجد الفتح. تبارك الله موجود. كاين 6 دراهم، كاين 8 دراهم، هي الأثمنة اللي دايرة. سير ورا الطريق ديالك. هذا خلانا ندوزو. رمان زوين، هذا تيبان على اليسار. يبان زوين هذا، رمان زوين. يمكن هذاك ليمونة. بدا تيدخل الرمان زوين مزيان. الرمان راه فيه فوائد كثيرة. الا كان في معظم بزاف، كان شي حد عنده شي اشكال في المصران، هو اللي ما يكثرش حتى يشوف راسو كي داير. العصير راه مزيان، ولكن اللي عندهم السكر من الاحسن ياكلوا هنيشه، ما يديروش العصير. باش ياكلو هنيشه كتكون معاه الالياف ديالو، يعني حتى المصيصاص تيكون ثقيل، ماشي بحال العصير. العصير تيطلع السكر. هادي اقرا الزيتون، هي هادي دراسه خصوصيه. اقرا الزيتون، اقرا الزيتون يعني نسبه لرياض الزيتون. هاد العماره اللي قدامنا راه هي في او دو فيتنس. هي هادي، انا نمشي لها. هادي الطريق ديالها، هي هادي. هذاك المسجد راه هو هذاك مسجد فريد الانصاري. اليوم الأربعاء تيكونوا الدراري الصغار، تيكونوا اليوم يمكن دايرين شي معاهم شي حاجة شي شراكة. المهم كيجيو من الأربعاء للأربعاء أكثرية الأربعاء، حيت تيكونوا الدراري ما قارينش. راه الدراري الصغار كاينين، الدراري يمكن ديري لهم شي تمن مزيان، ثمن تفضيلي شي 150 درهم ولا 100، المهم ما كاملاش 200 درهم.
طلوا على شارع فريد الأنصاري. زيد يلا زيد. تمر جديد بان تمر تمر جديد راه داخل دابا. هنا غادي يكون رون بوان، شفتوها فين اللي كيدورو الطرقان هنا، دارو هاد دارو ديك الدخلة، يمكن رون بوان هاداك، وهنا يعني دارو فين يوقفو السيارات هنا. تساوات مع الارض هاد لا تيكبو الكاميرات في وسط الطريق.